بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 15 من الطرد والإبعاد عن رحمة الله حصلت له لعنة الله. لما حصلت له لعنة الله بسبب أنه حسد آدم عليه السلام لما أمر الله الملائكة أن تسجد له، يعني سجود تحية لا سجود عبادة، سجود تحية. أما سجود العبادة فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وكان سجود التحية موجودا حتى في أول الإسلام. لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم إكراما له، ولما أنه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أسماء الأشياء، علم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء، فظهر فضله على الملائكة بتعليم الله له. فالملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأن الملائكة عرفت ذلك من أحوال السابقين على وجه الأرض، فظنت أن آدم من سبقوا ولم يعلموا أن الله جل وعلا أكرمه بالعلم وطاعة الله سبحانه وتعالى وتوبة الله عليه هو وزوجه. فالملائكة بادروا بالسجود لآدم سجود تحية إلا إبليس. إبليس كان مع الملائكة في السماء، وهو من الجن، ليس من جنس الملائكة ولا من الملائكة، وإنما هو من الجن، كان من الجن. أمر الله الملائكة أن يسجدوا، فسجدوا طاعة لله جل وعلا، سجدوا لآدم سجود تحية، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أسجد لمن خلقت طينا، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو قاس قياسا باطلا، إبليس قاس قياسا باطلا أن أصله من النار، والنار بزعمها أفضل من الطين الذي خلق منه آدم، والأمر بالعكس، الطين خير من النار، لأن الطين ينبت الزروع وينبت الأعشاب والخير للناس، فهو خير من النار محرقة ولا تنبت ولا تنتج شيئا، وإنما هي محرقة والطين منتج. فلما حصل منه التكبر على آدم وعصيانه لربه السجود لآدم طرده الله ولعنه وهبط إلى الأرض بدل أن كان في السماء. وهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، قل نهبطوا منها أي من السماء بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فآدم تاب إلى الله، قبل الله توبته، أما إبليس فإنه أبى أن يتوب إلى الله عز وجل وتكبر على آدم فأذله الله عز وجل. هذا أصل ما ذكره الله في القرآن في أول سورة البقرة. نعم.
وأما قول إبليس رب بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه. نعم، لما أن إبليس عصى ربه فغوى، عصى ربه فغوى، ما تاب إلى الله واستغفر الله عز وجل مثل ما حصل من آدم، بل احتج على ربه بقوله بما أغويتني، ولم يقل غويت، بل نسب هذا إلى الله، وهذا مذهب الجبرية أن الله أجبره على السجود وأجبره على الغواية، هذا مذهب الجبرية. الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له اختيار ولا إرادة، وإنما هو كالريشة تحركها الهوى، هذا قول الجبرية، وهو موروث عن إبليس. إبليس قال أغويتني ولم يقل غويت واعترف بذنبه، فأبعده الله عز وجل. نعم. ما قول إبليس ربي بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له؟ نعم، احتج بالقدر أن الله أجبره واحتج بذلك، فهو ذم من أجل هذا، هذا في ذم مذهب الجبرية. ما قال ربي غويت فاغفر لي وتب علي، ونسب الغواية إليه هو، نسبها إلى الله، وأن الله أجبره على ذلك، وهذا مذهب الجبرية الإبليسية. نعم. إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع؟ ليس قصده إثبات القدر، إنما قصده أن يحتج به على الله، على ربه. نعم. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون؟ نعم، نوح عليه السلام قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت، لأنه أخذ 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، قال وفي النهاية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والله إذا أراد شيئا كان ووقع بلا شك، لكنه إنما يقدر الأشياء المكروهة على بعض المخلوقين عقوبة لهم، فهو قدر ذلك على قوم نوح عقوبة لهم لما لم يستجيبوا لدعوة نوح عليه السلام، ولذلك قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ، شئت يعني يخاطب ربه. نعم، يخاطب ربه. نعم. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم، قالت جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة، والله له مشيئة، ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله عز وجل، لا تكون إلا بعد أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وعن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال نظرت في القدر فتحيرت. وهب بن منبه أحد أحبار أهل اليمن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهب بن منبه وكعب الأحبار هؤلاء من علماء اليهود في اليمن، من الله عليهم فأسلموا. كعب الأحبار ووهب بن منبه وهمام ابن منبه هؤلاء من أحبار اليهود في اليمن.
من الله عليهم فأسلموا. نعم. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. نعم، الواجب الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتؤمن بالقدر، ولكن لا تدخل في مساءلات لماذا كان ولماذا قدر الله كذا، لا تدخل في هذا، لن تصل إلى نتيجة. عليك الإيمان وليس عليك السؤال في القدر، كالإيمان والتسليم، ولا تسأل عن القدر وتدخل في تفاصيله لماذا ولماذا. نعم. قال المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي: فهذه فائدة عظيمة نحو القدر، أنك تثبته وتؤمن به، ولا تدخل في أسئلة لماذا قدر الله كذا ولماذا كذا ولماذا، لن تصل إلى نتيجة بل تتحير. عليك بالتسليم والإيمان وإثبات القدر، والإيمان بأن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، لا يقدر شيئا إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي: يهدي من يشاء يعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، الله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا إلى العبد، حيث هداه إلى الصراط المستقيم، ويخذل من يشاء عدلا منه، ولا يخذل إلا من كان سببا في خذلان نفسه. الواجب على العبد أن يسلم لله جل وعلا في أفعاله وأقداره وأوامره ونواهيه، يسلم لله عز وجل ويؤمن بذلك ويمتثل، ولا عليه أنه يدخل في الأسئلة لماذا أمر الله بكذا ولماذا نهى عن كذا ولماذا حرم كذا، هذا لا يصح. عليه التسليم والإيمان، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، لكن أنت لا تدرك الحكمة في أوامر الله ونواهيه وأقداره، ما تدركها على وجه التمام، وإن أدركت شيئا منها فهذا لا يجعلك تتمادى في الأسئلة في أفعال الله جل وعلا. ولهذا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من حال هذا المخلوق آدم ما لا تعلمون. الواجب أن نسلم لله عز وجل في خلقه وأمره ونهيه وأقداره، نسلم لله عز وجل، ولا تصل عقولنا وأفكارنا إلى تفاصيل أوامر الله ونواهيه وحكمه وأحكامه، نسلم لله ونؤمن له. والعقل قاصر أن يدرك هذه الأمور. نعم. قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، فالله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا منه، تفضلا منه سبحانه، لا أنه يجب على الله أن يهدي العبد، وإنما هداه فضلا منه وإحسانا إليه. ويخذل من يشاء عدلا، يخذل من يشاء من خلقه عدلا لا جورا، بسبب من قبل العبد، فيخذله
عدلا منه وقضاء عليه بسبب أفعال العبد، هذا عدل منه سبحانه وتعالى. نعم. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. نعم، المعتزلة عندهم فكريات وعندهم ضلالات كثيرة، منها أنهم يوجبون على الله أن يعطي فلانا وأن يهديه، ويوجبون على الله جل وعلا، والله لا يجب عليه شيء لخلقه إلا ما أوجبه هو على نفسه، إلا ما أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه. نعم. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. لا، ليس كذلك. الإضلال وقوعه في الضلال، وليس مجرد تسمية. نعم. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان. قال الله جل وعلا: الهداية لها أسباب، والإضلال له أسباب من قبل العبد. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه مرتبة على أفعال العباد: أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني الجنة، فإن الله ييسره لليسرى. بخل واستغنى وكذب بالحسنى يعني الجنة، ييسره الله للعسرى. السبب من قبل العبد. نعم. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. بيان طريق الصواب، ولا يقرون أن الله يوفق العبد للصواب، يقولون: يا الله بيّن له فقط، ويجحدون أن الله يوفق وأن الله يخذل، يجحدون هذا. نعم. والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. لا، الذي يخلق هو الله سبحانه، وإنما يخلقه على العبد عقوبة له، يخلق الضلال على العبد عقوبة له، حيث أعرض، حيث لم يهتم، حيث أن قصر. نعم. وهذا مبني على أصلهم الفاسد، أن أفعال العباد مخلوقة لهم. يقولون أفعال العباد مخلوقة لهم وليس مخلوقة لله. يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهذه مسألة مشهورة عنه، ولا يقرون أن الله خلق فعل العبد. والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما إيش؟ وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون. نعم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق. أما هداية البيان والإرشاد فالرسول يهدي، يعني يدل ويرشد ويبين، لكن هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كان. نعم، هذا لما مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته وأنه يسلم، ولكنه أخذته الحمية الجاهلية، قال أنا لا أسب دين آبائي، لا أسب دين آبائي، وهو يعلم أنه باطل، لكن حمية جاهلية لآبائه لا يسبه. ولهذا يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من أزكى أديان البرية دينا، لولا الملامة حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو لم يسلم لأنه يخشى أن يجر على قومه مسبة، حيث إنه خالفهم وترك ما هم عليه، أخذته الحمية الجاهلية والعياذ بالله. مات أبو طالب والرسول يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده اثنان من المشركين وهو يحتضر، وهم يقولون: أتترك ملة عبد المطلب؟ كل ما قال له الرسول: يا عم قل لا إله إلا الله، قال له: أتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، من حرص الرسول على عمه. وعمه أيضا صاحب معروف على الرسول بحمايته والدفاع عنه من صغره، وهو الذي غذاه ورباه، لأن أبا الرسول مات والرسول صغير عليه الصلاة والسلام، فكفله عبد المطلب جده. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة دفعه إلى أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو له يد في تربية الرسول وحماية الرسول. الرسول يريد أن يكافئه، يدعوه إلى الإسلام ليدخل الجنة وينجو من النار، لكنه مات ولم، وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فعند ذلك قال الرسول: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عند ذلك كف الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يريد من الاستغفار لأبي طالب، وترك الاستغفار له. نعم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم الهدى من الله هو التوفيق، التوفيق للحق، هو ليس مجرد بيان الطريق فقط كما تقوله المعتزلة، بل هو بيان وتوفيق، يوفق من هو يبين سبحانه. ولكن التوفيق هذا يخص به عباده المؤمنين، يخص به عباده المؤمنين الذين يحبون الخير ويحبون الطاعة ويحبون. أما الذي يريد البقاء على دين الأسلاف ودين الجاهلية إن الله يحرمه من الهداية، ولذلك حرم أبا طالب. نعم. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. نعم، الرسول بيّن لمن أحب من المسلمين ومن أبغضه من المشركين، بيّن لهم الطريق، وكان يغشى مجامع المشركين ويدعوهم إلى الله عز وجل، يغشى مجامعهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم طريق النجاة، لكنهم لم يقبلوا. الرسول أقام عليهم الحجة وبرئت ذمته منهم، لأنه بين وحاول حتى أيس من هدايتهم. نعم.
وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولو شئنا لآتينا، يقول الله جل وعلا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله جل وعلا يريد أن يملأ النار من الكفار ويملأ الجنة من المؤمنين، لأن الله خلقهما للمؤمنين، خلق الجنة للمؤمنين وخلق النار أعدت للكافرين. نعم. وقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الله جل وعلا يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. نعم. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. لو كان الهداية والإضلال بالبيان لما علق على المشيئة، لأن الرسول بيّن ووضح للصنفين للمؤمنين والكفار، لكن المؤمنون امتثلوا وقبلوا الحق، الكفار أبوا وأعرضوا، حرمهم الله جل وعلا من هذا الفضل العظيم بسبب إعراضهم وحميتهم لدين آبائهم، أعرضوا عن قبول الحق فأضلهم الله بعدله، عدله لا لم يظلمهم سبحانه، بل إنه عدل بهم. نعم. وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، هذا مؤمن ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يعني يسرع، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم إنه أدركه الموت، فقال الله له ادخل الجنة، ادخل الجنة. نعم. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم. وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الهداية والإضلال بمشيئة الله، ولكنه يهدي من يريد الحق ويرغب فيه، ويضل من لا يريد الحق ولا يرغب فيه، يضله الله عز وجل. الهداية لها سبب والإضلال له سبب من قبلك. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كلهم يعني المؤمنون والكفار يتقلبون في مشيئته بين فضله على المؤمنين وعدله في حق الكافرين. حسب الذين آمنوا وعملوا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ قال الله جل وعلا ساء ما يحكمون. الذين يظنون هذا أن الله يساوي بين المؤمن والكافر، الله لا يساوي بينهم، بين المؤمن والكافر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني كسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم. فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم، الخلق عام، خلق المؤمنين والكفار، فمنكم كافر، أسند هذا إليهم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن يريد الإيمان يسر الله له، ومن يريد الكفر فإن الله ييسر له الكفر عقوبة له. نعم. فمن هداه إلى الإيمان
فبفضله وله الحمد. نعم. ومن أضله فبعدله وله الحمد. هو محمود على الحالتين، حالة العدل والفضل. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. نعم، الشيخ اللي هو الطحاوي لم يذكر الإيمان بالقدر في مكان واحد من هذه العقيدة بل فرقه، والشارح يقول أنا سأتابع كل شيء في مكانه وأبينه. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. الضد المخالف، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له. عن الأضداد والأنداد. والأنداد، الله لو على لا ند له، لا مثيل له، لا شريك له. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، الله جل وعلا قدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأما من جهة العباد فعلى حسب نياتهم وأفعالهم، فالمؤمن يكرمه الله بفضله والكافر يعذبه الله بعدله ويعاقبه بعدله. نعم. ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا لا مثل له، لا شبيه له، وهذا كثير في القرآن أن الله لا شبيه له في أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، لا شبيه له. نعم. ولا ند له، لا أحد يساويه سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالخلق والتدبير والهداية والإضلال والرزق والإحياء والإماتة، هو المنفرد بذلك. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. المعتزلة يقولون الله لم يخلق أفعال الكفار وأفعال العصاة، وإنما هم الذين خلقوها ولم يقدرها الله عليهم، فنفوا قضاء الله وقدره. وليس هذا بأول جرائم المعتزلة قبحهم الله. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. لا راد لقضاء الله سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا أحد يرده، ولا معقب لحكمه، إذا حكم بشيء فلا أحد ينقض حكم الله جل وعلا. نعم. ولا غالب لأمره. ولا غالب لأمره، لا أحد يغالب الله فيأمر بشيء والله يأمر بشيء ويتغلب أمر العبد على أمر الله، لا يكون هذا أبدا. نعم. هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر. نعم. ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد الذي لا شريك له، القهار الذي يمضي ما شاءه وما أراده في مخلوقاته. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله، كل ما ذكره من أول الرسالة إلى هذا الموضع
كلها المؤمن يقر به ويمتثله. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أن كلا من عند الله، أن كلا من عند الله جل وعلا، الخير والشر والهداية والضلال كله من عند الله جل وعلا، لكنه يوقعه بمن يستحقه من عباده، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. والإيقان الاستقرار. إن تصبهم يقول الله للمشركين إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يعني قحط ولا جوع ولا يقول هذه من عندك، يقول للرسول هذه من، قل كل من عند الله، الخير والشر وما يسر وما يضر كله من عند الله، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهذا هو الحكمة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فيضع الكرامة في من يستحقها، ويضع الإهانة والتعذيب في من يستحقه. نعم. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. الأقدار كلها بيد الله، والله هو الذي يضعها في مواضعها، يضع الخير في مواضعه ويضع الشر في مواضعه، وله الحكمة جل وعلا في كل ما أراده، وكل ما قضاه وقدره له الحكمة في ذلك. نعم. كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. ونؤمن بأن محمدا عبده المصطفى، عبده المصطفى يعني المختار، اختاره الله لرسالته، وهو أعلم سبحانه، أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعلها إلا في من يستحقها ويقوم بها ويصبر عليها. نعم. فالرسالة ليست اختيارا، وإنما هي اجتباء من الله، ليست باختيار العبيد، إنما هي اجتباء، يختار الله من يشاء ومن يصلح للرسالة. نعم. وإن محمدا عبده المصطفى. إيه نعم، اصطفاه الله من بين قومه، لأنه علم منه أنه يصلح لذلك ويقوم به. نعم. عبده المصطفى ونبيه المجتبى. ونبيه المجتبى يعني المختار، اختاره الله من بين قومه، اختاره للرسالة لعلمه أنه يصلح لها ويقوم بها ويصبر عليها. نعم. ورسوله المرتضى، ارتضاه الله. نعم. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. نعم. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. نعم. كمال المخلوق لا يحصل على الكمال إلا بعبادته لله سبحانه وتعالى، لا يحصل على الكمال بالمال، بالجاه، بالقبيلة، بالشجاعة، لا يحصل على ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أن كمال المخلوق
بتحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم نعم لا يكمل المخلوق إلا بعبادته لله عز وجل. إذا عبد الله كما أمر فإنه يكمل بذلك، وإذا عصى الله فإنه ينقص بذلك ويذل ويهان. نعم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، كغلاة الصوفية الذين يقولون أن الإنسان يصل إلى حالة لا يحتاج إلى الرسول ولا يحتاج إلى الدعوة، يصل إلى الله، وصل إلى الله فلا يحتاج إلى الرسول ولا يحتاج إلى الدعوة، هكذا يقولون. ولا يصل أحد إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا طريق إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لا أن هناك من الأولياء اللي يزعمهم الصوفية وأشباههم من الأولياء من لا يحتاج إلى الرسول وأنه يصل إلى الله بنفسه بدون الرسول كما يقولون، هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. لن يصل أحد إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يسمون رؤساهم العارف بالله، العارف بالله يعني أنه عرف وخلاص ما يحتاج للرسل ولا يحتاج لأحد. نعم. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قالوا أي المشركون والنصارى اتخذ الله ولدا، فالنصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله، المشركون مشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يقولون هم بنات الله تعالى الله عما يقولون. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل اتخذ عبادا مكرمون بطاعته سبحانه وتعالى، ولم يتخذ ولدا لأن الولد شبيه بالوالد والله لا شبيه له، والولد جزء من الوالد والله لا جزء له سبحانه وتعالى. نعم. إلى غير ذلك من الآيات. نعم. وذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء يكفي نقف عند هذا. قلت الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض طلبة العلم يقول إن الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام هي اللغة، وفيه دليل على أن اللغة توقيفية وليست من وضع البشر يصطلحون عليها، هل ما ذكره صحيح؟ فيه نظر، الأسماء التي علمها الله هي أسماء الأشياء، أسماء المخلوقات، الشمس، القمر، السماء، الشجر، كل شيء علم الله آدم اسمه من هذه المخلوقات. فالله جل وعلا لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم من آدم ما لم تعلم الملائكة. ولما حضروا عند ربهم سبحانه الملائكة وآدم
قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال للملائكة أنبئوني بأسماء هذه المخلوقات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تسرون وما تعلنون. نعم، ففضل آدم بالعلم على الملائكة، فضله على الملائكة بالعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم سجود التحية للبشر؟ هذا كان جائزا ونسخ، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. ولما قدم معاذ بن جبل من جهة اليمن وهم يسجدون سجود تحية لعظمائهم، أراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فرعون لم ينفعه إقراره بالله عندما بدأ بالغرق والاحتضار، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب بالتوحيد وهو حال الاحتضار؟ هل ينفعه ذلك؟ من قال أنه عند الاحتضار؟ قبل الاحتضار، من قال أنه دعاه عند الاحتضار؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يصح أن نقول إن السبب من الإنسان وأما النتيجة في الأمور فهي من الله عز وجل؟ بلا شك أن السبب من قبل الإنسان والنتيجة من الله سبحانه وتعالى، قد يجعل هذا السبب نافعا ومفيدا وقد يجعله غير نافع ولا مفيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من أقوال الجبرية والقدرية أنهم يتهمون الله عز وجل بالظلم؟ هم لا يتهمونه، يعني لا يقرون بذلك أنهم يتهمون الله، لكن هم يظنون بعقولهم أن هذا ليس فيه اتهام لله عز وجل وليس فيه تنقيص من قدر الله سبحانه وتعالى، يظنون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين المعصية وبين كفر الإباء والاستكبار؟ هو المعصية تكون بهذا وبهذا، لها أسباب، المعصية لها أسباب. نعم. ثم يقول حفظك الله، وكيف نجيب عن قول الخوارج الذين يقولون هذا إبليس قد كفر بارتكابه كبيرة في معصية الله بعدم السجود، فمثله مثل شارب الخمر فنكفر شارب الخمر؟ إبليس أبى أن يخضع لله وأبى أن يتوب إلى الله وأبى أن يسجد مع الملائكة لما أمر الله الملائكة، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس يعني حصل منه معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى بسبب حسده لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بزعم أن النار أحسن من الطين، وهذا باطل، لأن النار لا تنتج وإنما تحرق، أما الطين فإنه ينتج، ينبت الفواكه، ينبت الزروع، ينبت الكلى والأعشاب، ينبت الخيرات، الطين فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين حكم الله وبين قضاء الله؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن في حكم، لا فرق بينهما، حكم الله أو قضاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم لكن الله، لكن في حكم شرعي وفي حكم قدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المعتزلة
في إثباتهم خلق العبد لفعله، هل يعتبرون من المشركين في الربوبية؟ يقولون هم مجوس هذه الأمة، المعتزلة مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وأما المعتزلة فهم أثبتوا خالقين مع الله، كل مخلوق، كل إنسان يخلق فعل نفسه، فهم أشد ضلالا من المجوس من هذا الوجه. نعم. الله، هذا سائل يقول: هل للداعية في هذه الأيام أن يغشى مجالس الكفار وحفلاتهم التي فيها تبرج وشرب للخمور بحجة الدعوة إلى الله، احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى مجالس المشركين ويدعوهم؟ المسألة مسألة الخمور ومسألة السهور هذه بعدين، لكن المسألة مسألة الكفر، يدعوهم إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة أولا، فإذا قبلوا ينهاهم عن الخمور وعن السهور وعن كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر في هذه الأيام في القنوات ووسائل الإعلام الكلام عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشروعية الاحتفال به بحجة أن ذلك من تعظيمه ومحبته الصلاة والسلام. السؤال: هل ثبتت ولادته عليه السلام في 12 من ربيع الأول؟ وحتى لو ثبتت ما نعمل بمناسبتها شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو ثبتت لا نفعل إلا ما فعله الرسول أو أمر به، ولم يأمر بإقامة المولد ولا شرعه لأمته وليس موجودا في القرون المفضلة الأربعة، القرون الأربعة المفضلة ما هو موجود فيها المولد، إنما وجد بعد القرون المفضلة لما استولى الفاطميون على مصر وعلى بلاد الحجاز، جلبوا معهم هذه الأمور ومنها المولد. نعم. ويقول حفظك الله ورعاك: وما يذكره أولئك من أن عدم الاحتفال به يدل على عدم محبتكم، على عدم محبتكم له، لقوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وأنتم لا تفرحون، كيف نجيب عنهم؟ بفضل الله الإسلام ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته أي بالإسلام والقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وليس ولادة الرسول من هذا، أن الولادة كل يولد، المؤمن والكافر والعربي والعجمي، الولادة ليس فيها هذا شيء معتاد، وهو من خلق الله جل وعلا، الولادة ما تعطي شيئا، إنما الذي الفضل في إرساله صلى الله عليه وسلم وفي بعثته. لماذا لا يذكرون بعث الرسول وما أمر به وما نهى عنه، وإنما يذكرون المولد فقط؟ إلا أنهم يقلدون النصارى في مولد المسيح، احتفالهم بمولد المسيح، وهذا بدعة عند النصارى لم يشرعها المسيح عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: هل لنا مع دخول شهر ربيع الأول أن نقرأ كتابا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخصص هذا الشهر بذلك؟ لا، قراءة سورة الرسول في كل وقت ولا تخصص في شهر أو في يوم خاص، إنما تقرأ في كل وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله عز وجل: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب؟ يضلون عن سبيل الله باختيارهم، يتركون كتاب الله وسنة رسوله إلى تقليد الآباء والأجداد وما عليه مجتمعهم، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الذي يحاسبهم الله على يوم القيامة على أعمالهم،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل من ترك واجبا أو وقع في حرام يقال بأنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ المحرمات تختلف، منها الكبائر ومنها الصغائر، وهي اللمم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، فاللمم هو صغار الذنوب، إلا اللمم فإن الله يغفره. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبيرة كما ذكر العلماء كل ما توعد عليها بنار فهي كبيرة، كل ما لعن عليها لعن الله من فعل كذا فهو كبيرة، كل ما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل شيء؟ فمثلا إذا تنازل لإحدى زوجاته عن بيت له وكتبها لها، فهل يلزمه أن بقية الزوجات؟ لا، ليس، لا يلزمه ذلك، هذه عطية هو عليه أنه يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمسكن، يعدل بينهم في هذه الأمور. أما تفضيل بعض زوجاته بعطية يعطيها لها فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أخذت أموالا من أناس بطرق غير شرعية، والآن قد تبت إلى الله ولا أعرف أصحابها، فماذا أصنع؟ تصدق بها، لا على أساس إنها صدقة، ولكن على أساس إنه تخلص منها، تخلص منها، تدفعها للجمعيات الخيرية، تدفعها للمحتاجين الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حدثه دائم هل يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت أو له أن يتوضأ قبل دخوله؟ لا، ما يتوضأ، ما يصح وضوءه قبل دخول الوقت وحدثه دائم، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. السؤال: هناك من يستدل بهذا الحديث بعدم كفر تارك الصلاة، فما وجه استدلالهم هذا وفقكم الله؟ وجهه أنه ما ذكر أنه يكفر، لكن ليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن هناك أدلة غير هذا على كفر تارك الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. هذا حديث صريح في كفر تارك الصلاة متعمدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في بلدنا إذا أراد أن يخطب امرأة فإن أهل المرأة يطلبون كتابة هذه الخطبة ويطلبون مالا عن الخطبة ويسمونه مقابل الكتابة، يقول: هل هذا الأمر مشروع؟ لا أعرف لهذا أصلا، هذا من اختيارهم هم ومن عاداتهم، أما من الشرع ما أعرف لهذا أصلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طواف الوداع في العمرة هل هو واجب أو مستحب؟ لا، الصحيح أن العمرة ليس لها وداع،
وإنما الوداع للحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذه الحجاج. اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة عمر وأمرون على عادي، ولا ذكر أنه أمر بطواف الوداع للعمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أنه من السنة أن يصلي الرجل في نعليه؟ نعم، إذا أمن من تلويث المسجد. المساجد الآن مفروشة، لو سمحت للناس بدخول بالنعال تلوثت، اختلف الوضع الآن. بالأول كانت ترابية ولا يؤثر فيها الدخول بالنعلين، أما الآن فهي مفروشة ومبلطة، فاختلف الوضع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أجد في الشارع أوراقا فيها اسم الله عز وجل، فهل يجب علي أن أرفعها عن هذا المكان؟ نعم، إذا رأيت اسم الله في الأرض فيجب عليك أن ترفعه ولا تتركه يداس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كرهت المرأة زوجها وطلبت الطلاق بسبب كراهتها له، فهل يحق للزوج شرعا أن يطلب مهره الذي دفعه لها؟ حسب ما يصطلحون عليه، حسب ما يصطلحون عليه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عند السلام من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهل له أن يزيد وبركاته؟ لا، العمل على السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول وبركاته، لأن هذا يشوش على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز تأخير الصلاة إلى قبل انتهاء وقتها بعشر دقائق، وهذا لغير عذر؟ لا يجوز يأخرها عن أول وقتها إذا كان مرتبطا بجماعة. الإمام ما يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا عجل، فإذا رأهم تأخروا أخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لا يشق على الجماعة ويفرض عليهم وقت معين للإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ المصاحف التي في المسجد هذه تبع المسجد ولا تخرج منه، وإذا كان فيها زيادة عن حاجة المسجد فلا بد أن يراجع الجهة المسؤولة عن إدارة المساجد وهي تتصرف في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول كنت صائمة صوم قضاء وفي منتصف اليوم أكلت رغبة مني واختيارا من غير عذر، فهل علي إثم في ذلك؟ يعني قطعت الصيام قضاء رمضان. نعم. لا، الصوم الواجب لا يجوز للإنسان أن يقطعه، إذا شرع فيه لا يجوز له أن يقطعه، لك صوم التطوع، واللي يجوز للإنسان أنه يقطعه ويفطر. الصوم الواجب إذا شرع فيه فلا بد أن يكمله إلا من عذر اقتضى إفطاره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من أوصى بأن يقام له وليمة بعد موته في 40 يوما، هل وصيته لازمة وهل يجب؟ هذه باطلة ولا يقام له وليمة، إنما يقول تصدقوا عني لا بأس، تصدقون عني هذا طيب، أما يقيمون وليمة 40 يسمونها 40 الحفرة هذه بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لي أن أعمل في مطعم
يقدم الخمر للناس علما بأنني لا أتعاطى هذا الخمر وإنما مجرد محاسب في هذا المطعم. تحاسب عن الأمر أيضا، لا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حينما نقول الله سبحانه وتعالى، حينما نقول جل وعلا على، هل يكون العلو حينئذ صفة فعلية؟ الله جل وعلا له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ثلاثة أنواع العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها مثبتة لله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عليه ديون ومهدد بالسجن إن لم يسدد وليس عنده سداد، هل يجوز له أن يقترض بالربا لأجل هذا الأمر ويكون من ضرورة؟ لا، ما يجوز يجبر على السداد وهو معسر. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فناظرة، هذا أمر من الله، فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، تعفيه من الدين هذا خير، وإلا انتظر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان بالكافر مس أو كان مريضا، هل يجوز أن يرقى من المسلم، يرقى بالقرآن، وهل ينتفع بهذه الرقية ولو كان نعم كافرا؟ نعم، الصحابة رقوا الكافر الذي لدغ، رقوه بقطيع من الغنم، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم، هذا سائل يقول: إذا وضع رجل عندي مالا كأمانة ووديعة، فهل يجوز لي أن أستثمر هذا المال لنفسي؟ لا، هذا أمانة ولا يجوز أن تستثمره لنفسك، ثمرته لصاحبه إلا إذا سمح بها لك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الرجوع في الهبة، وهل صحيح أنه حرام إلا على الأب؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا قبضت الهبة قبضها الموهوب له فلا يجوز الرجوع فيها، إلا الوالد يرجع في هبته لولده، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان وليا على يتيم وهذا اليتيم يأتيه مال من الدولة، هل يجوز لوليه أن يأكل من هذا المال؟ والله يراجع القاضي في هذا، يراجع القاضي، والقاضي يفرض له على حسب حاجته وخدمته لليتيم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تبقى مع زوج لا يصلي أبدا؟ لا، لا يجوز لها أن تبقى مع زوج يترك الصلاة متعمدا، هذا كفر بالله عز وجل، وهي لا تبقى معه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول: كيف يستطيع المسلم أن يكون محققا لخشية الله عز وجل تحقيقا كاملا؟ هذا توفيق من الله عز وجل، الله يجعله في من يشاء من عباده المتقين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه؟ لا تأخذ إلا إذا كان عليها نقص في النفقة، إذا كان عليها نقص في النفقة فتأخذ ما يكفيها، كما قالت زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة:
قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه مسألة الظفر اللي يسمونها مسألة الظفر، إذا ظفرت بحقك عند أحد وهو يجحده أو لا فلك أن تأخذ حقك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول استقر عندنا وتعلمنا أن الحامل لا تحيض، ولكن خرج مقطع لبعض الأطباء فقال إن الحامل قد تحيض. نعم قد تحيض وهي حامل. نعم. فهل إذا خرج منها دم حال لكنه حمله ما هو بحيض؟ لا، الحامل لا يخرج منها حيض، إنما يخرج منها دم فساد نزيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما حكم التبرع بالدم، وهل يجوز للإنسان أن يأخذ مقابل على هذا الأمر؟ لا، الدم لا يؤخذ له مقابل، والتبرع به للمحتاج هذا فيه فضل عظيم، تبرع به للمحتاج هذا فيه فضل عظيم وإنقاذ لحياة المصاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول الزواج بالكتابية هو أمر مباح، لكن هل صحيح أن الأفضل ترك هذا الأمر، وأن عمر رضي الله عنه كان يأمر أو كان ينهى عن هذا؟ ما عرفت أن عمر ينهى عن شيء أحله الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن تكون محصنة، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنة يعني عفيفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لزواج الشغار، هل هو زواج باطل أو أنه قد يصح في بعض الأحيان؟ زواج الشغار باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والشغار أن تزوج المرأة بدون مهر، تزوج المرأة بدون مهر، هذا هو الشغار. وقد يكون بدل أيضا، تجعل امرأة مقابل امرأة ولا مهر لأحدهما، هذا شغار. نعم. من شغر المكان إذا خلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إجابة ولمة العرس أمر واجب، فهل يجب الأكل من هذه الوليمة أو يكفي مجرد الحضور؟ يكفي مجرد الحضور، لكن إذا كان صاحب الوليمة يحب أنك تأكل تأكل منها ولو يسير تطيبا لخاطره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عندي محلات أعرضها للأجار، فهل يجوز لي أعرضها للإيجار؟ نعم. فهل يجوز لي أن أؤجر رجلا يبيع المحرم في هذا المحل؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذه الإيجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أنه لا ينبغي وضع المسجل بدل المؤذن في المسجد، يقول إذا كان هذا الأمر حاصلا فهل يردد مع هذا المؤذن؟ ما هو بأذان، هذا تسجيل، تردد مع حديده، الأذان الحي هو اللي يردد معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لمن عنده مال موقوف، هل يجوز له أن يقوم بتنميته علما بأنه الناظر على الوقف؟ هذا يراجع فيه القاضي. نعم. انتهى.